مشاهدينا أهلا بكم إلى فقرة رياضة اليوم التي نبدأها بكرة القدم، حيث أعلن نادي المغرب التطواني رسميا يوم الثلاثاء عن رحيل قلب هجومه وهدافه محسن يجور إلى فريق قطر القطري. وأشار بلاغ للنادي أن اللاعب يجور غادر فريق المغرب التطواني بعد أن وقع عقدا مع فريق قطر القطري، وهو ما يخول له العقد الذي كان يجمعه بفريق مدينة الحمامة البيضاء، والذي ينص في أحد بنوده على عدم أحقية الفريق التطواني الاعتراض على تعاقد شريطة أداء اللاعب ما يعادل مبلغ 500,000 دولار. هذا وذكر البلاغ أن المغرب التطواني يجري حاليا مفاوضات مع لاعبين وزنين لتطعيم تشكيلته وتعويض رحيل يجور، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميا يوم الثلاثاء إقالة مدرب فريقه ومهاجمه السابق فيليبو إنزاغي من منصبه، وعين السربي سينيسا ميهالوفيتش خلفا له. وكان إنزاغي 41 عاما كان قد استلم منصبه في يونيو 2014 بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، لكن احتلال النادي المركز العاشر في البطولة وغيابه بالتالي عن المشاركة القارية الموسم المقبل لم يشفع له بالبقاء، ورجع ميلان إلى ميهالوفيتش الذي وقع عقدا لثلاثة أعوام مع الفريق اللومباردي على أمل أن يكون أوفر حظا من إنزاغي الذي لم يستجب لمطالب مالك النادي سيلفيو بيرلسكوني بتطعيم الفريق بلاعبين قديمين من أكاديمية النادي. في خبر آخر، أكد خوان لابورتا الرئيس السابق لبرشلونة أنه سيترشح لرئاسة النادي في الانتخابات التي ستجرى الشهر القادم، عندما سيكون من بين المرشحين بقوة لقيادة بطل إسبانيا وأوروبا. وأكد لابورتا ذلك يوم الثلاثاء في تسجيل مصور موضحا أنه سيترشح في الانتخابات التي ستجرى شهر يوليوز المقبل. وأضاف لابورتا 52 عاما أضاف أنه يفعل ذلك حتى يستطيع تحقيق هدفه، وهو أن يصبح برشلونة ناديا للجميع مرة أخرى. وستكون المنافسة قوية بين لابورتا وهو محامي وسياسي يساند بشدة استقلال إقليم كاتالونيا، وتولى رئاسة النادي من 2003 إلى 2010، والمرشح الآخر خوسيف ماريا بارتوميو الرئيس الحالي. ونبقى في أوروبا، حيث اقترب نادي تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اقترب من التعاقد مع المهاجم الدولي الكولومبي راديميل فالكاو على سبيل الإعارة من نادي موناكو الفرنسي، بحسب ما ذكرت شبكتا بي بي سي وسكاي نيوز البريطانيتين يوم الثلاثاء. ويشارك فالكاو 29 عاما يشارك في الوقت الحالي مع منتخب بلاده في مسابقة كوبا أمريكا، وسبق له أن تعرض لإصابة بالغة في يناير عام 2014 خلال الموسم الوحيد الذي لعب فيه مع موناكو، كما أنه لم يسجل سوى 4 أهداف في 26 مباراة عندما كان يدافع عن ألوان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الموسم المنصرم. كرويا، دائما استهل منتخب الامارات مشواره في التصفيات المؤهله لنهائيات كاس العالم لكره القدم بروسيا 2018 بالفوز على مضيفتها تيمور الشرقيه بهدف دون مقابل يوم الثلاثاء في كوالالمبور ضمن منافسات الجوله الثانيه من المجموعات الاولى. وسجل عمر عبد الرحمن عموري هدف الامارات والمباراه الوحيد في الدقيقه 80 من تسديده قويه ليضع اول 3 نقاط في رصيد بلاده في التصفيات. وعن نفس المجموعة حقق المنتخب الفلسطيني انتصارا عريضا ب6 أهداف مقابل لا شيء على ماليزيا. ولم تشارك الإمارات في الجولة الأولى التي شهدت تعادل تيمور مع مضيفتها ماليزيا بهدف لمثله، وفوز السعودية على فلسطين ب3 أهداف مقابل هدفين. من جهتها، استهلت أستراليا بطلة آسيا لكرة القدم استهلت مشوارها في التصفية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 بالإمارات، استهلته بفوز المتواضع على مضيفتها قرغيزستان ب2-1 ضمن منافسات المجموعات الثانية. وسجل مايل جينداك وتومي أور في الدقيقة 67 لأستراليا، فيما أحرز عزمة باميتوف هدف قرغيزستان الوحيد في الدقيقة 90. وكانت أستراليا توجت بطلة لكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على كوريا الجنوبية في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها شهر يناير الماضي.
وفي مباراة أخرى سجل سونغ هيون مين هدفا في الشوط الثاني، قاد به كوريا الجنوبية لفوز مريح بهدفين لا شيء على ميانمار في بانكوك بتصفية كأس العالم لكرة القدم، وأمضى المنتخب الكوري الساعي لبلوغ نهائيات كأس العالم للمرة التاسعة على التوالي. أمضى المباراة بأكملها في نصف ملعب منافسه ولم يتعرض لأي تهديد من ميانمار، وستكون مباراة كوريا الجنوبية القادمة في المجموعة السابعة على أرضها ضد لاوس، بينما تسافر ميانمار للعب في ضيافة المنتخب الكويتي. إلى ملاعب الكرة الصفراء، حيث لن تستمر صحوة رافائيل نادال طويلا وخسر في مباراة الافتتاحية ببطولة كوينز الإنجليزية للتنس والبالغ مجموع جوائزها 1,700,000 يورو، وذلك عقب خسارة أمام الأوكراني ألكسندر دولغوبالوف بمجموعتين لواحدة 6-3 6-7 و6-4 اليوم الثلاثاء. ووصل اللاعب الإسباني إلى لندن بعد فوزه ببطولة شوتغارت على الملاعب العشبية الأسبوع الماضي، لكنه تعثر في اللحظات الحاسمة أمام دولغوبالوف، وفاز نادال ببطولة كوينز عام 2008 لكنه غاب عنها في السنوات الأخيرة بسبب مشاكل مع الضرائب البريطانية. من جهة ثانية، احتاج السويسري ستانيساس فافرينكا إلى 49 دقيقة ليفوز على الأسترالي نيك كيرغيوس في بطولة كوينز للتنس ليواصل تألقه بعدما أحرز مؤخرا لقب بطولة فرنسا المفتوحة. وحافظ فافرينكا على تركيزه وفاز بمجموعتين للا شيء 6-3 و6-4 في مباراة أقيمت على الأراضي العشبية في العاصمة البريطانية لندن. وبلغ البلغاري غريغور ديميتروف حامل اللقب الدورة الثانية أيضا بالتفوق على الأمريكي سام كويري الفائز باللقب في 2010 بمجموعتين مقابل واحدة وبنتيجة 4-6 6-3 و6-4 بعدما توقفت مباراتهما أمس الاثنين بسبب ضعف الإضاءة. ونبقى في ملاعب التنس وبطولة هال، حيث صعد الياباني كينيشي كورا المصنف الثاني صعد إلى الدور الثاني من البطولة. ففي الدور الأول للدور المقام في ألمانيا تغلب نيشي كوري على النمساوي دومينيك تيم بمجموعتين متتاليتين وبواقع 7-6 و7-5. وتأهل الفرنسي غيل مونفيس المصنف الرابع إلى الدور الثاني أيضا بفوز على التشيكي لوكاس روسول بمجموعتين لصفر 6-3 و6-4. وإلى الدور الموالي أيضا تأهل التشيكي توماس بيرديتش بعد تغلبه على الدومينيكاني فيكتور استريلا بمجموعتين لصفر 7-5 و6-3. بهذا إذن نصل إلى نهاية فقرة الرياضة اليوم، إلى اللقاء.